كنت عايزة أعرف إيه رأيك في قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن؟ اختيارات كابتن حسام حسن إن شاء الله موفقة بإذن الله، ومحمد صلاح مش معاه في الفترة ديك لأن دي دورة ودية، هيجهز الفرقة وهيلاقي فيها ناس كويسة إن شاء الله، وهو لسه قدامه وقت ممكن ياخد ناس تانية غير اللي هم معاه في القائمة إن شاء الله. إيه رأيك أصلا في موقف محمد صلاح؟ أنا مع محمد صلاح إن يتعالج كويس وإن يجهز كويس ويرجع لمنتخب مصر يفيد منتخب مصر، لكن هو ان يجي دلوقتي ويتصاب تاني او تحصل حاجه، لا طبعا منتخب مصر محتاجه، الفريق بتاعه محتاجه، هو محتاج نفسه ان هو يفضل بيلعب كوره ويفضل محافظ على سلامته في المباريات كلها. ما اعرفش محمد صلاح ما راحش ليه المنتخب، بس هي محمد صلاح بعت طلب ان هو مش هيروح. هو ده غلط، المفروض هو يمثل اي منتخب مصر في اي وقت يعني، فده المفروض يعني عشان هو مصاب يعني. انت ايه رايك في تصرفه؟ مش مصاب، هو لعب الماتش اللي فات مع مانشستر سيتي كان اداؤه كويس، ف باعتبار ان دي مباراه وديه يعني، هو بيتكلم ان دي مباراه وديه فمش لازم ان انا اكون موجود، بس هل عدم وجوده هياثر على باقي الفريق؟ لا عادي، ما فيش منتخب بيتاثر من لعيب يعني واحد، حتى لو هو كان مستواه عالي، هو كده محمد صلاح يعني بيشرف اي حد، بس يا ترى هو خلاص يعني ماتش ودي زي ده عادي خلاص، ما فيهاش مشكله يعني. مش قائمه منتخب مصر زي اللي كان مختارها قبل كده، بس حسام حسن برضو بعض اللعيبه ما بصش ليها زي لعيبه في الدوري المصري كتير، ما بصش ليها، بس هي قائمه كويسه لحد ما. طب دلوقتي اكرم توفيق ما بيلعبش بقاله فتره ومش ظاهر، مع النادي الاهلي برضو، انا كمشجع اهلاوي مش شايفه ظاهر مع النادي الاهلي، بس برضو مختار وسط القائمه ليه مش عارف، خبرات بقى الله اعلم، وان شاء الله يجي منه برضو. ايه رايك في موقف محمد صلاح؟ محمد صلاح لا، هو دلوقتي ان هو كمصاب او كلاعب مصاب فكان مش يرجع للمعسكر، بس دلوقتي حاليا بيلعب وموجود فلازم ان يرجع للمعسكر في حاجه طالما في مش هيرجع. هو بعت طلب ان هو مش هينفع يعني يعتزل دوليا احسن بقى، الافضل ليه ما يلعبش مع المنتخب تاني طالما هو باصص للجزئيه دي. يعني عدم وجوده هيفرق في روح اللعيبه؟ لا مش هيفرق، هو الروح موجوده عامه، لاعب زي تريزيجيه مرموش ما شاء الله تريزيجيه عالمي وروح معنويه عاليه جدا، بيدي انرجي لاي لاعب جنبه وطاقه ايجابيه لاي حد، انا من عشاق تريزيجيه يعني. بالنسبه لكلمه الكابتن حسام حسن فيها ظلم برضه، لو هو ما خدش حد من الزمالك خالص الا محمد عواد حارس المنتخب، بس ما خدش اي حد من اللعيبه خالص من بتوع الزمالك، نادي الزمالك. رايك المفروض يضيف مين؟ كان يضيف زيزو على الاقل، زيزو وفي مصطفى شلبي، في كذا كادر من الكوادر بتوع البدايه يعني، هو دلوقتي يعني في قوام كتير في الزمالك، المفروض كان في دونجا كان عامل شغل جامد مع الزمالك والاهلي الزمالك، في كذا كوادر برضو، في عبد الله السعيد، في ناصر ماهر جميل جدا. في موقف محمد صلاح؟ لا محمد صلاح هو مصاب، بس بيقولوا مصاب، بس هو مع حسام حسن هو مكانه في مصطفى فتحي، برضو مصطفى فتحي بيبدع مصطفى فتحي الصراحه. قائمه المنتخب تبدا ان شاء الله المتوقعه من محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، بنبدا باحمد حجازي، ناخد محمد هاني، عمر كمال، احمد السيد زيزو، محمد صلاح. محمد صلاح مش موجود، ايه رايك في موقفه؟ هو انا شايف ان الناس متحامله عليه ازيد من اللزوم، لان محمد صلاح غير محمد صلاح اللي في ليفربول، لان هنا كوره وهنا كوره، هنا في ناس بتخدم عليه، هناك هنا ما فيش حد يدي له الخدم اللي يقدر مثلا يدي له الفرص، يدي له الاسيستات اللي هي موجوده، لكن هو مظلوم في المنتخب.